فرح، بظل كثافة الأخبار والأحداث اللي عم ترافق تطورات فيروس كورونا المستجد أكيد، وحتى الرسائل السلبية اللي عم تصدر عن وسائل الإعلام، كيف منحسن حالنا منحمي أطفالنا من الرسائل السلبية؟ موضوع رح نناقشه مع ضيفنا لليوم نصر حلبي، طبعا منسق أعمال مشروع سبل التنموية. رمضان كريم ويسعد صباحك. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. نعاد عليك عقاب، اهلا وسهلا فيك. اليوم ظروف شوي صعبه، او مش شوي، خلينا نقول كثير رسائل كثير يمكن سلبيه عم نشوفها اما عن مواقع التواصل الاجتماعي واما عم يتناقلوها الناس بين بعض. خلينا نحكي اول شيء عن السلبيه والايجابيه بصوره عامه، بعدين ندخل التفاصيل. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بالف خير. هلا نحن اليوم بظل الظروف اللي كانت موجوده ما زالت لليوم فتره شهر ونص، يمكن تكون بعتقد لاول مره بتصير هيك عطله طويله بغض النظر عن العطله الصيفيه، رح نقول هيك عطله خلص داخل الاسره كلها داخل المنزل، ما في لا خروج ولا دخول ابدا. في عندي كثير اشياء رح تتغير بالحياه، يعني حتى الروتين اليوم اللي نحن معتادين عليه تغير تماما. فهون دور الاسره او دور الاب او الام او اي مربي كان دوره يكون موجه او مرشد على اي طرق التربيه للطفل. بمعنى اخر، اذا انا بيوم بشوف عند طفلي في عنده خلل سلوكي او خلل وظيفي ممكن يشارك فيه او نشوفه انا ظهر عليه، فانا هون دوري كيف اقدر اكون عدل على هذا الشيء من خلال حجب الرسائل السلبية يلي ممكن يتلقاها الطفل، لأنه الرسائل السلبية ممكن يتلقاها من وسائل الإعلام، من الأهل، من الرفقات، من المدرسة، من أيا كان. فهنا دوري هون كون موجه وعامل كنترول دائم على طفلي. بالبداية رح نقول شو هي الرسائل السلبية. هي خطأ أو مفهوم خاطئ يصل للطفل، فالطفل بترجم لي على سلوك، هي بياخذها كمفهوم كمعلومه بترجم لي اياها كسلوك، هذا السلوك فليكن غير مقبول. فدور الاهل كيف يقدروا يحجبوا هي الرسائل، كيف ممكن احجبها، كيف ممكن ردها؟ من خلال المراقبه الدائمه، من خلال الملاحظه، من خلال وضع خطه او اليه رح نقول لحتى اقدر اعالج هيدا الخطا او هيدا الخلل. كيف بدي بلش فيه؟ لما بشوف انا الخطا عند طفلي، ممكن فليكن طفلي بيستخدم اسلوب الكذب، فليكن هو ما اخذ الكذب من غيرها لا يقدر هو استعين فيها كوسيلة ليهرب من الواقع، ليهرب من شيء، لينجي حاله. خلينا نقول دائما هون أنا بده يكون في عندي طفل في شيء مؤثر، عدة عوامل مؤثرة بالتنشئة تبعه، وهي بنسميها عوامل البرمجة الشخصية أو التنشئة. كيف يتبرمج الطفل من المرحلة الجنينية؟ نحن بنلاحظ لأي طفل بيقول لك دائما سمع طفلك ميوزك هادئة، تلاقيه ممكن يجي هادئ، هيك تقول دراسات. طب انا كيف بدي اثر عليه من خلال مرحله جنينيه لحتى يكبر؟ الطفل دائما بخاصه ما قبل الخمس سنوات بيستقبل كميه كثير كبيره من الرسائل السلبيه وكميه صغيره فقط من الرسائل الايجابيه، هي اللي بتاثر بتنشئه الشخصيه عنده. بالاضافه لهيك بده تبلش التنشئه من الاب والام، كيف طريقة التعامل هن بين بعضهم، الاحترام المتبادل إلى ما هنالك، تتوسع الدائرة شوي عن الأب والأم إلى الإخوة الرفقات. بنكبر شوي بندخل نحن بمفاهيم العادات والتقاليد، الحياة الاجتماعية، المدرسة بتأثر إلى ما هنالك. لما بنوصل لعمر 18 سنة بنسميها دائما عمر الطفولة، سواء في الطفولة المبكرة أو الطفولة أو المراهقة، هيدي المراحل كلها بتأثر بتنشئة الطفل. هون تكتمل شخصيته، هون بتكتمل شخصيته. لكن إذا في كان خلل، إذا كان في عنده خلل هو في أشياء بشخصيته ما انتبه لها، فدائما ملاحظ بعد 18 في نقلة نوعية لأي شخص كان، في نقلة نوعية هو بيبدأ بتغيير هاي الأشياء يلي عنده إذا كان الأهل غير مدركين لهيدي الأخطاء. يعني كثير كان الموضوع عم تطرحوه قبل شوي، في عنا اطفال اشخاص بعمر 18 20 سنه عندهم تأتأة او اي كان، هن ببلشوا هيدا العمر يروحوا لعند اختصاصيين، اما الاهل ما بيكونوا منتبهين لهذا الموضوع. دائما بدنا نكون مدركين لهذا الموضوع، خاصه بفتره الطفوله المبكره، لان هي الركيزه الاساسيه او اللبنه الاولى لشخصيه الطفل. عقاب، يعني كنا عم نحكي عن الرسائل السلبيه بظل ازمه فيروس كورونا، نحن بنعرف انه كثير في من الاولاد او الاطفال يمكن مثل ما قلنا انه انحجزوا بالبيت او ممنوع يطلعوا، ممنوع مثلا يلقوا شيء وسخ، في كان صار يمكن تشديد اكثر ان كان على النظافه، ان كان على طلعاتهم، ان كان على سلوكياتهم او التدخل يمكن بيحسوا بشؤونهم الخاصه وخاصه بسن المراهقه. خلينا نعرف كيف لازم يتصرفوا الاهل مع يمكن الاطفال عندهم، وخاصه بطريقه الكلام او حتى طريقه الاوامر، خلينا نقول حرصا على سلامتهم. تماما. هلا اول شيء انا بدي احكي على طريقه الطلب لما بدي اعطي للطفل بدي اوجه له امر بالله
والماء، نحن بنعرف اللاوعي عند اي شخص لا يقبل اللا والماء، لا يفهم اسلوب النفي يعني. فانا بدي اوجه له رساله بطريقه الطف تكون، بطريقه الطلب وليس التمني او الرجاء، هي دائما بنلاحظ بنركز عليها، بطريقه انه الطفل بيفهم كثير انه يا ريت اذا بتريد، رح الطفل رح يحس انه هو مصدر القوه وليس الاب او الام، فانا رح اجيب بطريقه لنشتغل سوا، لنعمل سوا، خلينا نساوي هيك، التشاركيه مطلوبه اكيد حتى يقدر ينفذ الطفل هيدا الشيء. وكونه في عندي مثل ما تفضلتي في ضغوط كثيره، في اطفال ما بيتقبلوا فكره المي، يعني في اطفال مثلا بيكرهوا الحمام مثلا، بيترافق فيها يعني هي العاده ليكبر بيضل بنفس العادة. فهون في مشكلة حقيقية اللي عند الأم بتواجهها. طب أنا بدي بلش خليه يتشارك، كيف بدي بلش فيه؟ بدي بلش معه مراحل step by step، يعني شوي صحيح. شوي حتى يقدر يتجاوز هاي المرحلة، خاصة بظروف اليوم ضغط داخل البيت، لا في خروج، لا في نزهات، لا في طلعة، حتى لعبة أولاد الحارة إذا بدنا نسميها ما عاد فيه، حفاظا على الصحة العامة. هون بدها تبلش الأم هي اللي تظهر، تستكشف خلينا نقول البرامج اللي لازم تساوى بالبيت، من الأشغال اليدوية، من القصص الرمزية ممكن نستخدمها، القصص الرمزية بمعنى آخر شيء من الخيال، لكن نحن بالأساس البطل الرئيسي للقصة هو الطفل بحد ذاته، لكن نحن بننشئ قصة من الخيال ومنعالج فيها، بنستخدمها كأسلوب دعم نفسي، الأسلوب لمعالجة أي خلل عند هذا الطفل. بالإضافة لذلك ممكن نبلش بمهارات جديدة اليوم، مهارات الفكرية، القراءة السريعة، الحساب الذهني، أيا كانت ما هي المهارات يلي يعني تعليمها بسيط وسلس عن طريق الإنترنت، بالإضافة لأنه الطفل بيستمتع. فمنشوف اليوم كتير أطفال بلشنا ممكن يعطونا رسائل عن كورونا، طريقة صناعة أيا كان شيء، أو صناعة المعقمات، دخل في أطفال دخلوا على النت مثلا صاروا يتعلموا بإشراف الأهل حتما، يتعلموا طريقة صناعة سائل الجلي، الشامبويات، الأشياء هي ليستخدموها. خلينا نقول بصورة مبسطة أكثر، قد إيه مهم اليوم نشغل الطفل ونشاركه كمان بكل تفاصيل الحياة، حتى يمكن بأبسط الأمور بحس أنه هو إنسان ممكن إحنا نعتمد عليه، مسؤولية، وأيضا بيمتلأ وقته بطريقة صحيحة. تماما، هي المسؤولية الكبيرة بتكون على الأم أولا، وأيا كان يعني أي شيء ثاني أو خير خارج الأم فهو ثانيا. ليش دائما بنحمل المسؤوليه للام؟ لانه هي اكثر تاثيرا على الطفل، يعني العلاقه قويه ووطيده، فلازم تكون متابعه له. انا لما عم اشغل وقت الطفل فعم بحد من دخول الرسائل السلبيه من اي كان، سواء من المحيط او من الاعلام او الوسائل الالكترونيه كونه متوفره بايدين الجميع او من اي مكان اخر، لانه ما فيك دائما ان اكون راقوب على الطفل، فهو رح يشعر بملل، بقله ثقه بالنفس، بشخصيه منعدمه، ما بيقدر نوصل معه. فانا لازم يكون في عنده جانب ثقه حتى هو يمارس حياته طبعا. بس بالاضافه لذلك انا موجود كشخص مباشر على توجيه والتنشئه بشكل كامل. مدى 6 سنين عقاب كثير عندكم نشاطات، بشهر رمضان شو نشاطاتكم؟ من بدايه ازمه كورونا رح نقول عطله الكورونا لليوم نحن مستمرين بلشنا بمشاريع توعويه او بورشات توعويه عبر التدريب الالكتروني اونلاين، نحن خلينا نقول ما كثير منتشر عندنا هذا النوع التدريب الاونلاين، فكانت اليوم استثمرنا مباشرة وسائل الاتصال عبر جروبات عبر الواتساب من خلال اختصاصيين وتربويين ومدربين يقدروا ينصحوا الأهالي، ورشات كثيرة منها استثمار العطلة بطريقة صحيحة، الجوع العاطفي في ظل الكورونا، صرنا نسمع حتى عناوين رنانة من داخل الأزمة أو من داخل هيدا العنوان اللي دائما رنان كورونا كورونا، فصرنا نستثمره بشكل صحيح. أيضا صرنا نطرح عناوين عن طريق حتى برامج الزوم أو الواتساب أو أيا كانت لاستثمار هاي العطلة أكثر، بنقدر نعمل نحن وياهم وكل حدا ببيته، يعني حتى قلنا لهم دائما خليكم بيتكم نحن منزوركم عن طريق الوسائل التواصل، عم تجيب نتائج كثير عالية. عم يكون عندي طبعا هيدا التدريبات عم تكون مجانية تماما ومتاحة للجميع، بمثل الذكاء العاطفي أو الإرشادات الأسرية والزواجية لكل من الأب والأم. بالإضافة لهيك عم نحاول نتابع بعض الأطفال أو مجموعات الأطفال من خلال الأشغال اليدوية، بنرسل مقاطع واضحة، طرق تعليمية، مقاطع فيديو يعني للطفل، وبنشوف بترجع ببعث لنا. هلا ممكن كثير تاخذ وقت بسبب الانترنت او سوء الخدمه او ايا كانت الظروف تماما، هذا الشيء اللي عم نشوفه كل يوم، بس اليوم
بنقدر نوصل لنتيجة يعني، حتى في متعة بصراحة، وبتخلينا دائما نفكر يعني نطلع خارج النطاق التقليدي، هو عبارة عن قاعة وطلاب ومدرب و و و. صحيح. صارت شوي الجو ألطف عم بيكون يعني الميوزك الهادئة، حتى المدرب اليوم عم يكتشف تقنيات جديدة ليتعامل مع الطلاب، وحتى اللي هي للأمانة مو سهلة أبدا يعني، فهم الشخص المقابل أو الآراء أو النظرات الإيماءات هي مختفية تماما، يعني هي بتأثر بشكل كتير كبير بعملية التواصل بين أي شخص وشخص. خليني أسألك سؤال شوي يمكن شخصي، اليوم بظل هي الظروف اللي عم نعيشها واللي هي صعبة وأوقات ممكن تكون فعلا مملة رغم كثرة الأنشطة اللي فينا نعملها، على المستوى الشخصي كيف قدرت عقاب يمكن تطور حالك ما تحس بالملل، تكسر الروتين وتستفيد؟ للأسف العطلة كثير ناس ما استثمروا، حقول كانت عبارة عن فقط أكل نوم شرب إذا فيني سمي هذا الشيء. على المستوى الشخصي أنا فيني أقول تعرفت على كتير إشياء جديدة ومنها التدريب الأونلاين، قدرت اجتاز كتير كورسات أو دبلومات بيسموها، دورات تدريبية من داخل سوريا وخارج سوريا عن طريق جامعات أو عن طريق مراكز تدريبية، قدرت وطد علاقتي أكثر، راجع نفسي، أعمل بعض الترتيبات خلينا نقول الداخلية الشخصية الأسرية أو العلاقات بالبيت، عنده دائما في عنا أشياء متراكمة خلال ضغط العمل بالأيام العادية ما بنقدر نساويها، فأي العطلة كانت هيك فرصة صحيح لمني أقدر أساوي هيدا الشيء، والأهم من هيك أنه أنا عم وطد علاقتي مع بنوتي الصغيرة سلاميلي، فبلشنا هيك نتعود على جو الأبوة إن صح التعبير، على جو الأسرة المتكاملة. أكيد عقاب يعني مأنجز ما شاء الله عليك، بنتمنى من الكل كمان يكون فعلا وصل لهالمرحلة، كمان بنتمنى لك ولعائلتك رمضان كريم، نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. شكرا لك عقاب مرة ثانية، ويمكن قد ايه مهم الشخص يكون اقوى من الظروف اللي بيكون موجود فيها، يمكن من خلال الشيء السلبي نحن قادرين نصنع وقادرين نكون اشخاص كثير ايجابيين.